الفنانه الجميله نيلي منورانا. اهلا بيك. كلمينا النهارده كلمه لدي ام سي سريعا كده بمناسبه افتح. عايزه اقول لهم مبروك، الف مبروك، وان شاء الله هنتابعهم من اول انطلاقه ليهم في اول برنامج. واللي انا شايفاه من الافيشات ان مستوى عالي قوي من البرامج اللي محضرينها، النجوم اللي معاهم في المحطه. وانا شرف ليا كواحده مصريه ان انا يكون عندي قناعه بهذا المستوى. ايه الجديد عند نيلي وهتقدمي لنا ايه في دراما 2017؟ يعني انا ما عنديش جديد لسه، الجديد جاي في رمضان لاعلى سعر مسلسل. ولسه بحضر يعني كذا حاجه. لا مش دلوقتي. مش في وقته، مش في وقته. هو مسلسل قصه حب و بس. هتخرج بره اطار الحزن السنه دي؟ يعني ان شاء الله.